موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على ستيم، بلاي ستيشن، اكس بوكس، ايبك جيمز. يوفر كل طرق الدفع ورابط الموقع في الديسكربشن وكود لخصم في اسل. السلام عليكم يا جماعه، مقطع جديد. شكرا على الدعم اللي قاعد تسوونه، اقسم بالله شكرا شكرا شكرا. الله يسعدكم جميعا، كل واحد اشترك، كل واحد قاعد يضغط لايك، كل واحد قاعد يدعم باي طريقه سواء كود شوب سواء اي شيء ثاني. شكرا لكم جميعا. قبل ما ابدا مقطع اليوم حاب اشرح لكم شيء بسيط عن الانترو اللي شفته. طيب مثل ما تشوفون هذا هو الموقع اللي في الانترو، موقع يبيع اغراض روكت ليج. الموقع كان، ركزوا على كان، انجليزي، اوكي، كان انجليزي، كان كل شيء مكتوب انجليزي. لكن بس يوم جاء بيعلن عندنا، انا كم واحد من الشباب قرر انه يقلب الموقع الى عربي. فمثل ما تشوفون كان الموقع كله انجليزي، على طول الموقع قلب عربي عشان الاعلان هذا. فالرابط تحت للي يبغى يشتري اي شيء من اغراض روكت ليج، وفي كود خصم لكم، كود الخصم مثل كود الشوب VSL. اول شيء كود الخصم شوفوا ينحط هنا خانه رمز المنشا، هذا هو الكود هنا، يقول لك تخفيض 3%، الكود VSL. طبعا مثلا تشتري جولد كاب، جولد كاب معروف انه نادر في اللعبه، مره 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 نادر، فسعره غالي، اوكي. في سيارات يعني بدولار ونص، 10 دولار، 7 دولار، 2 دولار، لكن انا بشرح لكم مثال فقط لا غير. اذا حد يبغى يشتري جولد كاب سعره 953 دولار، اوكي، فاصلة 89. هنا تحط تفقد وراح يستخدم الكود وراح يجيك السعر الى 928 تقريبا. مثل ما تشوفون هنا مكتوب كود المنشا خصم 3%، السعر كان 953.89 صار 925، وعندهم طبعا عندهم فيزا ماستر كارد وباي بال، وعندهم طرق كثيره للدفع. رابط الموقع تحت، ادخل الموقع شوفوا اذا تبغون شيء من الموقع. لا تنسون كود VSL، ثلاث حروف جدا سهل، ولازم تحطونه فوق على اليسار، تحطون تفقد يحفظ لكم الكود عشان اجيتوا تشترون فضل لكم 3%. اعتذر على الاطاله، لكن حبيت اشرح الموقع لاني ما قد شرحته من قبل. يعطيكم العافيه وخليكم على المقطع. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع تحدي مختلف، تحدي السيارات العشوائيه. راح العب انا وسوما، كل واحد راح يختار سياره عشوائيه. هلا بسوما، هلا ميو، هلا والله. طيب الميو. الحين كريت نيو بريسيت. قبل ما ابدا مقطع بتذكركم شيء مهم اللي هو كود شوب، كود شوب VSL. مثل ما تشوفون سووا هالحركه قدامكم، ادخلوا ايتم شوب وروحوا على خانه سبورت كريتر وحطوا VSL، راح ينحط الكود مده 14 يوم. فشكرا لكم اللي حطيت كود شوب، شكرا اللي حطوه المقاطع اللي راحت. الله يسعدكم جميعا واستمتعوا بالمقطع. بعدين تدخل على كستمايز كار، بعدين تضغط مربع وراح يختار لك السياره، وراح نلعب كوم. يعني سالفه عرق، السيارات ترى تختلف من ناحيه السرعه، من ناحيه كل شيء، طيارات، كل شيء يختلف. فالتحدي صعب جدا، جربوا بنفسكم وراح تحكمون. فبسم الله. لا سلوم، انت اوكتين وجايب العيد فيها، تاخذ هذه بعد. كريت نيو تر راندوم، اوكي، بريك اوت نوت تو باد صراحه، بريك اوت جديده اتوقع. هلا يا فورت نايت. لا 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 اخي السياره أسوأ سيارة في العالم. لا شوف أنا حاطين لامة في راسي، إيش سالفة؟ لا أسوأ أنجل وأسوأ باص، ألقاها منك ولا ألقاها من السيارة؟ ما عليك تلقاها مني الحين فجأة طلعها فوق. والله كف، والله العظيم جريت له، والله انا صرفت ليون كارت بس اوكي. ليون مين؟ ليون كود في اس ال. حلو، يلا 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 بسوما، اسيست اسيست، يجرح ويداوي. خسست نايس. قرن والله هو دفني انا. طيب مو قد هو دفني يعني، خش خش خذ البوست ساين جول علينا. اما لا لا ما يجي جول عليك، وانا واثقه بسوما. شوف ليك بسوما. يا خلاص يا الله، يقطع عم السيف ليك. يوووو لو جيت يقطع عم السيف برا. يوووو لا يوووو بيصدمك. اقسم بالله بدايه جميله هذا الجيم صراحه، بدايه جميله. سياراتنا الخرا، الله يعطيك العافيه. راندوم زفت والله، والله راندوم بس يعني حقيقه. هدينا هدينا حلو، الله يعطيك العافيه. انا ايش قاعد اسوي ذكي بس اوكي.
أفا يا رب انك تعمي شكل العنوان الجاي حقي اذا لعبت معك انا مع العب بالجدار اللعنه هذا والله انه الجدار هذا البوست سيارة فيجينا ما تلف ما تلف حلو اخر تاخذ البوست وتسحب الكوره ايه عشان هو ينجر اصلا فهمت لا تقطع ام القهر وش ذا ما انفجر لقام كلهم دعوة يا بسامة ثقة ثقة الثقة قد كذا والله انت عند قلت لي يعتبر جدار مدري ايش لا انا اقول اذا انا فوق الجدار اعتبرني ما موجود اوكي يمين اقطع ام الهدف لا شوف هدف السلق كيف البلوك اقطع ام السلق سلوم ماشي كذا كنا جدار صدق والله كملت ام البوست قلت والله لا خلصه والله خلص والله ما تشرب ايوه حلو يمناك يمناك لا عدمناك والله عدمونا يا رب ان تطفي سيارتك يا الله اقطع اعطاه دراعات بلاي ستيشن اعطاه خذ دراعات بلاي ستيشن خذ والله ايوه خلها عندك شكرا لك لمسه ثانيه صدقني ثقه 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 قد كده انا بروح خلها يلا روح روحي اوكي ما شوف انت خليك في القلم عليه ثقه معنا حلو برا لا ما انفجر بقي لي بوست يا طيب انا اسف جدا كيف الدرب اللي صار معك اسال بوست بخير فرض طقه قدام طقه ورا تيجي حلو كريت نيو يا رب شوف السيارة جاتني شوف وش السيارات المغيزة كيف تشجق تشجق يلا يا بسامة الله يعطيه العافية يلا طاير طاير والله ما عليك بس غير سيارة وما الله يقلع السيارة حطها بالسيارة والله سيارة مخيسة بعد العافية فجرني جول اوف اوف سلوم والله بالله كيف بالله كيف الهدف بس ما في مستوى هذا جول منو ما شوف 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 الهدف شوف الهدف شوف تكملة اهدى من كذا اهدى لا 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 يا الله شطور البوس قال ميو جول اوبن جول اوبن والله اوبن سلم دفيته وسويت له هدف خايس يا شباب بس والله خايس لازم هم يبون زيك هم يبون زيك اي قاعدين يخشون مع بعض خلاص والله قاعد احاول ابا اوب عارضه اوكي حطيتني دراعات بلاي ستيشن الله يسلمك والله شوف الدراعات هي ناقصه شوف What the? Hello, I trust you. Brother. I trust you. تعالي انت لخمتني طيب. ايوه. بس. يلا كوك. تعالي تفيقني. مو معطيني مجال. صورتي. والله صدمته. اي ابو سامر. والله سياره جامده يا اخوي. تبوس على اخر شيء. خلاص تبوس هنا. على اخر شيء خلص يلا روح وزنية يسمونك سامة وزنية شيك اوكي والله شوف والله مشت معه والله شباب سيارات سمكتين شباب بسامة لا ما تجي مرتدة تكفى صدمته لا ما تطير يوه
ايوه ثانيه. لا لا شوف خلاص خلاص لا لا مره حلوه.